حبك موالي عليك ولما يغلى غالي يا بلادي حبك موالي وعليك ولما يغلى غالي. أعتقد أن المشاركة الفاعلة للشباب في هذه الورشة لتحسيسهم بملكيتهم في الدستور هذا أهم سبب من الأسباب وجودنا هنا. الأمر الثاني هو توصيل ما نراه هو مطالب عامة للشباب لأعضاء هيئة الستين. تنوع الشباب اللي موجودين والشابات إنهم فعلاً يمثلوا جميع التيارات والأفكار والمناطق والمكونات، هذه فرصة يعني مش من السهل اللي نحن نلقوها. جميع الشباب اللي حاضرين معنا هنا عندهم سابق تجربة فيما يتعلق بالدستور والقضايا الشبابية. الشق الآخر اللي هو العمل على مناصرة قضايا الشباب في الدستور. تم تقسيم أبواب الدستور على 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 الأيام الثلاثة اللي فاتت، بحيث أن تم دراسة موقع الشباب الليبي في 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 المواد الدستورية بحيث نضمن تمثيل للشباب الليبي في مستقبل ليبيا الجديد. أفردوا الشباب الليبي ماذا يريدون في هذه الأبواب، قدموا مقترحاتهم، قاموا بحلقات نقاش مع أعضاء الهيئة السياسية مشروع الدستور. الشيء الثاني اللي هو مهم لاحترام الآراء المختلفة لبعضنا والنقاش البناء واللي هو يعني هادف إلى هدف واحد، اللي هو أن نوصله توصيات واضحة وصريحة وتعليقاتنا على المسودة أو الأفكار المبدئية اللي طرحتها الهيئة السياسية للدستور. كان في تفاعل إيجابي، حتى الاختلافات كانت اختلافات إيجابية، وكان فيه الاستماع إلى الطرف الآخر، كان دائما الوصول إلى توافق في حالة الخلاف على أي بند أو مادة من مواد المسودة المقترحة. حاولنا ان احنا نجمع عدة توصيات وعدة افكار وتكون في 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 توافق يعني مع بعض، وبحيث ان نوصلوا لحل نهائي حتى نقدموها للجنة صياغة الدستور. صراحة كانت افكار جدا بناءة وترتقي لانها تكون فعلا في الدستور، وتطور من انه يكون دستور شامل وتعددي ويضمن كافة حقوق وحريات المواطنين الليبيين والليبيات. التمرين الذي شاركت فيه هو عبارة عن تنمية مهارات التواصل وتقديم العروض أمام لجنة هيئة صياغة الدستور، حتى يكون العمل الذي خرجنا به يقدم بشكل لائق به أمام اللجنة وحتى تقتنع بما نحن نطالب به من مطالب. يعتبر أعضاء الهيئة المتواجدون الآن في ورشة العمل يعتبر متجاوبين معنا إلى حد ما. نتمنى من باقي الأعضاء أخذ عين الاعتبار من هذه النقاط المهمة. الشباب هم اللي يعطونا الأمل في ليبيا الجديدة، ليبيا القرن 21، ونستطيع نقول بأنهم من الواضح بالنسبة لي أن الشباب أكثر تسامح، ربما حسب انطباعي أكثر فهم لمشاكل العصر. الشباب درجة وعيهم عالية كبيرة جدا، يعني واصلة لدرجة أن نحن متأكدين نحطوا دستور لقرن 21، دستور يحمي كل حقوق الليبيين. من الأهمية أن تستمر مثل هذه الورشات ليس فقط مع الشباب، ولكن في رأيي أيضا مع فئات أخرى مثل المثقفين والمرأة والإعلاميين وكافة شرائح المجتمع. يجب أن نتفاعل معها عبر مثل هذه الورشات حتى نستطيع أن نعرف بالضبط ماذا يريد الليبيون، لأن مهمتنا ليست أننا نحن الذين نكتب الدستور، ولكن مهمتنا هي صياغة ما يريده الناس. وعليك ولما يغلى